عارفا بنفسه. سئل الإمام الرضا عليه السلام: هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم. قلت: يراها ويسمعها؟ قال عليه السلام: ما كان محتاجا إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها، لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف. فأول ما اختاره لنفسه العلي العظيم، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله، واسمه العلي العظيم هو أول أسمائه، لأنه علا على كل شيء.